فريد وأسامة طفلان لم يتجاوزا 12 جرحا نتيجة قصف لميليشيا أحياء متفرقة من المدينة. فقد فريد عينه اليمنى بشظايا صاروخ في حي الجمهوري، بينما فقد أسامة إحدى قدميه في حي برباشا. وهكذا تكون الهجمات ضد المدنيين وحدت أوجاعهم. خلال العام السابق وهذا العام كان الضحيتان أحد أهداف الميليشيات مع الكثير من رفاقهم الذين تعرضوا لانتهاكات متفرقة نتيجة استهداف الأحياء السكنية. اللي حصل لنا جالس جنب المحل أحلق شعري، كنت منتظر الحلاق، خرجت قصف بالدرج كذا قريب سبكة من الحلاق، وطرح القذيفة لما سببت إلى رجلي لبت رجلي اليمنى. أنا كنت في الجمهوري في رمضان، ثالث رمضان الساعة 11 ونص، كنا نلعب جاء قذيفة على ورق 15، يعني صاحب عمري 15، واحد مات والثاني بقى مجرحة. أنا أصبت في عيني وراحت للنهاية، وأصبت في صدري بالريتين وذنت مرجولين. في هذا المكان تحديدا يعيش الطفلان برفقة العديد من أقرانهما، حيث يجري إعادة تأهيلهما نفسيا في إطار مشروع الدعم النفسي الذي تنفذه أحد المنظمات المحلية بدعم من التحالف العربي. في زيارة قصيرة للمكان تكتشف هنا أن لكل طفل من هؤلاء حكاية، لكن كما يقول المختصون لا تخلو من انتهاك أقدمت عليه الميليشيا. نحن في مؤسسة وثاق للتوجه المدني نقوم بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في الحرب في اليمن، والذي ينفذ في 4 محافظات، نفذ في مارب والجوف، والآن في هذه الأثناء ينفذ في تعز وعمران، والذي يستهدف أهم شريحة في المجتمع والأكثر تأثرا من الحرب وهم الأطفال. نقوم بالبرنامج الرياضي بالأنشطة الرياضية التمارين الصباحية، ثم نقوم بالتعليم مهارة أساسية للأطفال، مثلا على سبيل المثال في اليوم الأول كرة قدم، الثاني ألعاب القوى، كرة اليد، كرة السلة، وكذلك المشاركات الخارجية مع الفرق الرياضية أو الرحلات إلى الأماكن الخاصة. تسجل منظمات حقوقية من وقت لآخر أرقاما جديدة لهذه الفئة من السكان، فمشروع الجماعة الانقلابية بالحرب والقصف ضد الأحياء المدنية لم يستثني أحدا، ويبقى الاهتمام بهم ورعايتهم مسؤولية إنسانية تقع على عاتق الجميع كجزء من إنقاذ الطفولة التي أرهقتها آلة الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.